أثرت فينا أثرت فينا برشا. وما عادش مشي مش حتى الموفمون قلت السوق فارغ ما عادش مشي وجاي جملة ما فهميش. بالنسبة للمدينة هي بدأت من وقت الثورة بالنسبة لنا احنا الفترة هذيك تحسينا بها احنا كقطاع معناها تحسينا على التقليدية وكملت عليها الفترة نتاع الكورونا. الكورونا بالنسبة للواحد جات فترة ما كانت تشوف السوق فارغ، لا فما سائح لا فما تجارة لا فما خدمة، ما عادش فما اللي نسيت إذا باش نكملوا بالميدان هذايا باش نوصلوا نأكد لك للسوق باش يسكر. نحن بلاصتنا حساسة شوية جايين في سوق، تروح حتى الكليون يبدأ هكا يخمم في داره شابط للسوق واللي يخاف يقول لك اكتظاظ عنده شي صغار ديش مرة كبيرة تخاف على روحها عندها دم أمراض مزمنة تولي تخاف على روحها. عاد ولينا لهنا الحقيقة ضرينا شوية في الحكاية هذه، وإن شاء الله تعدى على خير وإن شاء الله ربي يجريها على صلاح. نقصوا برشا العبيد بصفة كبيرة ياسر، اللي وخر بين الخمسة ولا ستة سنين التالية كنا مع تأثرية الزبائن التالية هما الوافدين من البلدان الأجنبية، يما توينسا عايشين برا ولا توينسا يستقبلوا أجانب يجيبوها لهنا ولا أجانب يجيبوا دايركتلي لهنا. هذوك الكل ما عادش موجودين، يعني قعدنا نخدموا كان شويه شويه بالتوينسا. المدينة اللي كان يعج بالسواح معناها والناس كلها تستقات منه، سواء تاجر سواء معناها فورنيسير الناس كلها تخدم، تو كل شيء مات. رجع عنا ملل، احنا جايين هابطين للسوق نكروا في ساقينا بالعرض، جايين من ضونا جايين من السينيسيس نتاعنا جايين من الخدام اللي معاك، ايش بتعمل؟ منين باش تواجهها؟ معناها وقفت بالنسبة للتاجر، وقف ما عادش عنده إمكانية باش يزيد يطور. هذا اللي نجم نقول عليه، معناها شيء مؤسف. رجع السوق ما فماش سياح، توانسة ما فماش، مش حتى سياح توانسة ما فماش، مش باش يجيك سياح، فماش سياح فما شيء بيع شوية شوية ما فماش حاجات باش يبيعهم. الإحصائيات نتاع السياحة يقولوا ما تفهم 120 ألف زائر في اليوم للمدينة العقيقة العتيقة، وما فماش زائر ما يتعداش على نهج جامع الزيتون على خطر فيه القلب النابض. النهج هذا هو القلب النابض نتاع المدينة. اليوم قعدوا زبائن محلية، والحمد لله هو اللي زبائن محلية سيدي فيدال، هما عباد متعودة بالمكان هذي ويحسوا معناتها اللي هو فيه روح خاصة. الفترة الأولى متاع الحجر الصحي الحقيقة تقلقنا بالكذي بالكذي، كان العاملين بالنهج ما عاش فما حرفاء متعدين، ما عاش فما جملة مش ما نقولوش بتاتا قلوا، مش ما نقولوش بتاتا قلوا بصفة كبيرة برشا. الحقيقة ضرينا بالكذا بالكذا، لأنه هناك كراء للمحلات، هناك سلعة مصاريف، هنالك بضاعة. الحقيقة هذه الكل ضرينا فيه بالكذا برشا برشا برشا، وأنا كلنا من متفائلين بأنه جينا الدواء على بكري إن شاء الله.